جرى اليوم اتصال هاتفي بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك دعىنا الله عز وجل ان يعيد هذه المناسبه على الشعبين والبلدين الشقيقين بمزيد من الرفعه والتقدم والازدهار